هذا كان من أوائل الروبوتس اللي انعملت على الطريقة الأولى، كان اسمه إلسي ذا تورتويز 1943. الفكرة كانت بسيطة جدا، في ناخذ مصدر ضوئي، في نافيجيشن، طبعا نافيجيشن بسيط، واللي يقدر يعمل يغير الأورينتيشن تبعته ويتحرك، فبيقدر يعمل ستيرينج، يعني في تو اكتويترز، والثاني بيقدر يتحرك إلى الأمام. أحد له موجود أظن في متحف في سميثسونيا في أمريكا. هاي أبسط طريقة، طبعا ميزتها إنه ما بدي انتليجنس كثير في الداخل. لكن في 1968 أظن أو 64 طلعوا بشيء أعقد من هيك، هذا اسمه شيكي. هلا هون بدأ يصير في عندي انتليجنس داخلي، فصار بدنا هون البروسيسنج باور حتى نقدر ناخذ ايش الكرنت لوكيشن، ايش الفيوتشر لوكيشن، ايش السنسرز والاشياء اللي راح تيجي عندي من الخارج حتى تعمل ابديت، وعلى اساسه ايش الباث اللي بدي اتبعه من هون. في عندنا هون كاستر ويل، كاستر ويل اللي هو بيكون اندريفن ويل. عارفين الكرسي مرات بتتفش انت كرسي، في عليه عجال بتكون، هاي العجال مش دريفن، واذا لفيتها بتصير هي تلوب، اذا حركته بصير يتحرك في اسهل طريقه، لكن هاي درايفنج ويلز من هون. ففي تو درايفنج ويلز هون، وبعدين في انواع مختلفه من السنسرز، مثلا هون في اون بورد لوجيك كاميرا، بامب ديتكتر حتى يعمل ديتكشن انه اذا في بامب، بس بعرفش هذول كانوا خطوط على الارض محطوطين. هذول هم الاختلاف ما بين هذول النوعين من طبعا بعدين صار الروبوتس اعقد بكثير لهذا، بس هاي هي الفكره الاساسيه. فالانتليجنس اللي صار في الروبوتس الحديثه، صار في عندنا هاي الماث اللي موجوده ونعمل ابديت للماث، واللي بتذكر منكم اخذنا البيزيان في الارتفيشال انتليجنس، البيزيان ريزنينج بسمح لي اني اعمل ابديت كل ما لاحظت شيء معين في الخارج، ببدا بعمل وبتعامل مع الانسرتينتي اللي موجوده هون. طبعا هذا بامكانه يتعامل النوع هذا، بده يتعامل مثلا يكون في عنده ماب، ممكن ما يكونش في ماب بالمره، او يكون في ماب فيها انسرتينتيز، يعني نعطيه ماب بس الماب مش مكتمله، بيقدر يتعامل مع الماب هذا ويعملها يعملها ابديت. طبعا التعقيد اكثر هون، صار بدنا عندنا بروسيسنج باور، لازم يكون عندنا بروسيسنج باور ارتفيشال انتليجنس حتى نقدر نتعامل مع الاشياء الموجوده ونعمل النافيجيشن.